السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الجمهور، تحيتي إليكم، كبير صغير داخل الوطن خارج الوطن، الشيخ علال الفنان ديالكم. وما دامني راني معكم في الحكايات، راني معكم في الحكايات. علاش؟ هذه واحد القصيدة تاريخية، على ما قالوا الشعراء، قال لك ما ولدوا لك الربع نسا. شكون هما سيدي؟ كاع من العالم كامل ولدوا ربع نتاع النساء، واه ربع نتاع النساء اللي ولدوا وجابوا التراريس. شكون هما؟ يمينة جابتن بالمختار، نوره سابق في اسم الأقصى، وطوبة في سيدي علي حيدر، وخيرة في جلول بن موسى، ونسمة في منات سيد قحار، عبد الله طواع من ياسا. وإحنا قال لك غير شقاو جابونا، أو إحنا غير شقاو جابونا، وإحنا غير شقاو جابونا، من جابت قنفوش كي باباه وتسميه مو المغبونة. بالصح إلا ما تقول كي دعده، لو كان حضر علي لساعتنا من فاس البغداد ذاك عشاه، والله لا خسر يدو فينا ولا عرس يفهم غمدجوه. علاش؟ ينسفنا بالغيظ يرمينا، في حق المشهور تلفناه، ارقب يا بن طالب العطاب، يا راكب السرحان نعم الصيد، من بعدك ولاد ديك عقاب، والدنيا راها بمرادها وتزيد. ارقب طلعنا قبيلتنا، هذا هم كبير فوتناه، أصلات النجار تعلينا والقاضي يفتي على بكراه. روح المسلم كي ذبانا، قتلوا خوه على الكسوة عره. واليوم في ذا التاريخ يا الحباب، رحنا نسمعوا بوذنينا والصبي يختي على باباه. اليوم رحنا نسمعوا بوذنينا والصبي يختي على باباه، يا ويحمو المغبونة وتهرب منه على قول طراه. ما تخليوش كلام الشيخ علال في التالي، رحنا كنشوفوا كاين اللي راه كيدعى مع والديه في المحكمة على من على الورث، كاين اللي راه يسب باه الله يحفظ السلامة، كاين اللي راه يضرب مو الله يحفظ السلامة. ولكن علامات الوقت، علامات الوقت، قال لك مازال تولو تيموت بالسيف، وتولو تيموت بالهيف، وتولو الناجي إلى عاش الخريف. هذا قالوه زمان، احنا غير تابعين. قالوا إلى ناض الزقام الشرق أفراح الغرب وزيد، عندها السلاك وعندها البيبان ديالها. بصح إلى ناض قال لك الزقام الغرب ما عندها سلاك، هالشي قالوه الوالا، احنا غير تابعين. لا تجري لا تهقهق، وجري غير جري موافقة، ولكن ما تدي غير اللي قسم لك ربي، والله ولو كانت تموت بالشقاء. رزق الله مصادفة ماشي خطفة، والقنديلي لا يطفى، والو تنسف تحت عام. شوف، والو تنسف تحت عام، يعني لا طفى القنديل طفى، ما عندي ما ندير لك. ولكن الشيخ علال كيهدي لكم غير لقطات، هذه مضحكة، هذا نشاط، هذه قصيدة، ورانا عايش معكم، انتوما تابعيني وانا ناشط معكم. ما بقات حلقه، الحلقه راكو تشوفوا راها مريضه ملي بدات كورونا. الجو قال لك اسيدي كورونا، ما كاين كورونا، فاتت كورونا. دروك المشكله راه جا ولد هيدوسس يشوف واش باقي ولا ما باقياش. ولكن احنا بغينا نطلقوا هاد الحوايج، وبغينا نوليو لعبد المجراه ولعبد المولاه، بغينا يا خوتي كاملين نتلقحوا نديروا ليبرا. والشيخ علال يقولها لكم، راها والله الا فيها واحد الفائده، ونحمدوا سيدي ربي على الملك ديالنا اللي دار لنا هذا الشيء هذا، والحمد لله راها واحد التجارب زينه، واللي ما دارش التلقيح يمشي يدير التلقيح، راه في الصالح ديالو، ما تبقى صاحبي معقد. احنا درنا الاولى، درنا الزوجه، درنا الثالثه، والله العظيم العظيم الى ربنا بنادم يحس بواحد الصحه جيده، والحاجه اللي كانت توجعو ما بقاتش، وبنادم ينتكل على الله، وفام انتكل على الله فهو حسبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشيخ علال كيهدي لكم هذا الفيديو، تحياتي للجمهور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.